بنلعبك مع سليم المنتجة، شيرين عادل المخرجة، درة البطلة. هنسألهم أسئلة من وحي قضايا المرأة بشكل عام. واحدة فيكم مرة طفشت عريس بطريقة غير لائقة أو بطريقة عنيفة؟ يعني ممكن جدا حصل. حصل. شفتي من الواقع احنا عاملين نقدم النموذج الرقيق. احنا رقيقات بشوف الريح يعني دش فوق في وشه حقيقه. يعني ساعات لازم بتبقى قلتيها ايه؟ لا يعني لا يعني في حد بيبقى بيفهم من غير ما توصلي لمرحله لا، وفي حد تقولي لا يعني لا. لا يعني لا. انا ممكن اطلع عليه المشهد بتاع استاذه سوسن بدر وحسين يعني الله يرحمه، فانت هتقدم لي بالدرجه دي؟ لا هو انا اكتر من كده يعني. في واحد اتقبض عليه يعني، هو زمان كان دي قصه غريبه، كان بيطاردني في كل حته، فيعني ابويا واخويا وكده خافوا عليه وانا زمان وانا في تونس يعني وكده، وكان مصمم ان هو هيتجوزني وبيجي عند وانا ما نعرفوش حتى كويس ومش عايزه يعني. ففعلا كلموا البوليس وعملنا له كمين واتقبض عليه بتهمه انه عايز يتجوزني يعني فعشان يحرم. الاهل والاسره في فتره من الفترات كانوا بيجيبوا لي عرسان ويزنوا عشان ارتبط بيهم؟ لا ما حصلش. ما حصلش. حصل طبعا. كانوا بيزنوا. متفهمه. انتوا عيله متفهمه عظيم. مره طلبت اكل من بره وحطيته في الطبق على ان انا اللي طبخاه، حصل ولا ما حصلش؟ لا لا عيب. انا بس انا عيب جدا. احنا مش عايزين نبقى غير صادقين. لا انا كملت بيه، انا كنت عامله حاجه بس كانت قليله شويه على الضيوف اللي جايين، فيعني كملت باكل من بره يعني. احنا العزومه بتاعتنا عايز اقول احنا سيدات بره بشتغل تؤكتوا او تمثلوا ان انتوا اللي عاملينها. لا خلينا نوضح الصوره عشان حرام ما نتظلمش. كانت عزومه وبعدين في اخر لحظه ما بقتش مكمله فجبت من بره وحطينا الترابيزه كان فيها كل التيم، وبعدين كلهم اكلك جنن يا مدام مها، ما رضيتش اقول بقى لي حاجات. ماشي ماشي بس يعني ما قلتش مش حلوه في حقكم بس تمام. مره حد قال لي في اي مرحله من مراحل الحياه يعني بحبك او وحشتيني، وكان ردي شكرا الله يخليك. يعني حصل. يا لا في هيطلع واحد يعني عشان كده دماغنا ماشيه الحمد لله. برفض ان انا اتوسط لاي اتنين عايزين يرتبطوا ببعض. حصل رفضتي؟ لا ما حصلش. ما حصلش. انت ممكن توافقي رسيم في الحلال؟ ممكن لو هما الاتنين ينفعوا بيحبوا بعض وكده، بس ما زنش يعني انا ما اتدخلش قوي، ما احبش اتدخل قوي في حياه حد، بس ان انا يعني لو حاجه كويسه ليه لا؟ لا لو شايفاهم مناسبين اكيد هبوخ يعني. وكان تدخل يعني ناجح في الاخر جدا الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله. مها لا يمكن تاخد تجربتها لوحدها من اولها لاخر. لا ليش دعوه. عامله بلوك لناس من العيله؟ لا حصل. انت حصل. انت محتاجه عامله الناس الاسباب. بصي في في ناس مثلا متعصبين قوي في الكوره فينرفزوني فاروح قافله، ناس سياسيا مثلا اتجاهات مختلفه فنبتدي نتكلم فهنشتم يعني هنخسر بعض على ايه، اروح قافله خالص يعني. بيبان عليا الارتباك الشديد في المواقف المحرجه. لا دي شخصية قوية. انت حصل انا ايه؟ ما حصلش برضه. ما حصلش. انت بيبان عليك الارتباك. لا بيبان عليا الارتباك. ويبقى مسك الختام. ايه اكتر موقف محرج حصل لك يا درة؟ لا يعني مش فاكره موقف معين. ما هو لو محرج فيبقى مش هنتحرج. لا علاقة بريد كاربت بفستان بمعلومة قلتيها مش مظبوطة بحد ما عرفتيهوش.
حد ما عرفتوش دي على طول ساعات بتحصل لي، مش ما عرفتوش بنسى الاسامي، انا بعرف الوشوش عندي ذاكره كويسه قوي، اي حد اشوفه بفتكره تاني حتى لو من زمان او كده، لكن الاسم بيروح فباجي اقدم طبعا ما احراج بيبقى فيه احراج ان انا بيبقى حبيبي على طول حبيبي حبيبتي حبيبي وحشتوني خلاص هعمل ايه بس ببقى مش قصدي الفساتين لا فساتين بقى اتعودت بقى على يعني بيحصل طبعا انا برتبك جدا ببقى عايزه انا كل حاجه مظبوطه وكده لو عندي مهرجان او عندي عارفين مره دره في مهرجان وكانت قاعده في الصف الاول هي قعدت على كرسي وفستانها قاعده على الكرسي ايوه صح كان لازم الكرسي يبقى فاضي عشان يعني نكمل معايا مع المواقف بتعامل مع شيرين عادل ايه اكتر موقف محرج حصل لك لا محرج لا انا بعرف الم نفسي يعني بس هو طبعا حكايه الاسامي دي انا من ناس كتير جدا حد يجي يسلم عليا انا مش عارفه ده مين فلو افضل ابص حواليا حد يلحقني حد يا جماعه يقول لي ده مين انا اعرف اواصل يعني اعتقد دي اكتر حاجه بتبقى رخمه يعني اقول قولي كنت بشتغل في مدينه الانتاج الاعلامي بعمل برنامج لواحده من القنوات جوه المدينه ولازم اشتغل بمونتير المدينه اللي ما يعرفنيش والاستاذ قرر ان يغيب فعملت له خصم وخدت موافقه رئيس المدينه ان انا اعمل له خصم داخل الاسانسير بمنتهى الشياكه الصبح واخده شنطتي وقف الدور الاول دخل اثنين قال له يا ابني انت طالع فوق ليه؟ قال طالع لبنت كذا وكذا اللي خصمتني يا لهوي قلت له انا بها سليم ما قلتش قادرين طبعا من اسامي الستات كومبليكيتد جدا يعني الستات يعني معقدات صح؟ طبعا تلاقي يعني قوه وضعف في نفس الوقت زي ما حضرتك قلتي بس هم بيبقى عندهم عوامل كتير بتخلي دايما مشاعرهم اب اند داون طول الوقت وهي دي هي دي اللي على فكره اللي بتطلع الدراما يعني دايما من فكره ان الست عندها حاجات دراميه طول الوقت نقدر نطلع منها الحكايات الراجل اقل شويه راجل غلبان هو بيبقى واضح ابيض او اسود لا واضح وعارف كل حاجه لا مش دايما يعني انا ما بحبش تقسيمات اللي هي خصوصا نفسيا وفي الشخصيه يعني في حاجات طبعا اختلاف بين الراجل والست ولكن موضوع ان يبقى الراجل دايما واضح والراجل دايما لا هو لا ممكن برضه هو يبقى متضايق من حاجات عامله تراكمات جواه يعني تركيبه برضه ما هياش يعني هو السهل الواضح هي الفكره الصعوبه بقى في الاثنين مع بعض في تعامل الاثنين مع بعض عوده لفكره الرجل والمراه ولان المراه زي ما بيقولوا مالتي لايرد يعني المراه لها مستويات عده نفسيه واجتماعيه مسلسل زي القمر مسلسل مناسب جدا لانه بيتكون مجموعه من القصص كل قصه بتاخد جانب بتاخد فكره بتاخد مستوى من الاحساس مختلف واحد من المسلسلات المهمه زي القمر وكان في حدوته غاليه اللي كنا واقفين عندها النهارده حدوته غاليه من تاليف احمد فرغلي واحمد حسني من انتاج المنتجه انا سليم ومن بطوله القمر اللي في زي القمر دره بشكركم شكر جزيل سعداء بوجودكم وشيرين عادل جارية على ال... شرفتونا سعداء جرة 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 في النص ايوه في النص كده في النص